الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، نواصل حديثنا مع قصص الأنبياء، واليوم سنتحدث عن قصة قابيل وهابيل. فكما هو معلوم أحبتي الكرام بأن قابيل هو أخ هابيل، فكانت أمه أو أمهما حواء كانت تلد في كل ولادة ذكرا وأنثى، فأراد قابيل أن يتزوج بأخت بطنه، يعني مخالفا بذلك الطبيعة التي سنها الله تعالى آنذاك، حيث أن الله تعالى كان يجيز أن يتزوج الأخ من أخته شريطة أن لا تكون أخت بطنه، يعني ما تكونش مزيودة معه. فاللي وقع أن هابيل وقابيل يعني قد تقرب إلى الله تعالى بقربان، فتقبل هابيل بكبش قربان لله عز وجل، فتقبل منه الله عز وجل، لكن قابيل تقدم إلى الله بقربان يعني هو عبارة عن زرع فاسد، فلم يتقبله الله عز وجل. وحكى القرآن هذه القصة فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله الله رب العالمين. والذي تكلم في آخر هذه الآية وهابيل، أي كان مسالما لكن قابيل قد قتله، فكان بذلك أول جريمة وقعت على أرض البسيطة هي قتل قابيل لهابيل. أحبتي الكرام، الدروس المستفادة من هذه الواقعة ومن هذه القصة، قصة يعني ابن آدم قابيل وهابيل، أول شيء وأن قابلية الإنسان للوقوع في الخطأ أو في الخطيئة أمر حتمي لازم، كما قال سيدنا محمد: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلنقبل على الله تعالى ونتوب إلى الله تعالى ونستغفر الله عز وجل. كلنا نخطئ، نعم تتعدد الأخطاء وتتشعب، لكننا كلنا نخطئ، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.